اهدي يا مان اهدي احسن والله ما يستهلك شكو شكو بطبيعه وتلميذ خايف انا عارف كنت هتجوزيه ازاي ده عامل انا اهدي الوقت عامل ايه يا خالتي انت سيقولوا عليا ايه العريس هرب مني ده معلش يلا حبيبي انت وهو مفيش شربات يلا حبيبي شطبنا راح فين يلا يلا ما تنحش يلا حبيبتي خلاص شطبنا طلع شلطه شوف شربات على ايه قفل يا دنداني واجب يلا يا هو يلا اوعى جدع اوعى لم منهم علب الملابس ولا واحد هيخرج بعلبه ملابس في جيبه الشيبه مفيش جواز وخراب ديار كمان يلا يا سيدي انت واقف ليه انت معانا خايف اقول اللي في قلبي تتقال وتعاند وياي ولو داريت عنك حبي تفضحني يا عيني في هواي الحلاوة يا عبد ده مش معقول لا الرئيس متقلب يغني ولا بجد يالا يا حلو تعالى اقعد يا كمان تعالى انا اقعد يا كمان انا عايز اقول لك حته خبر مهم جدا خير انا هتجوز انا مين يتجوز مين معقول الكلام ده مش معقول ليه اللي مش معقول ليه دي كانت هتتجوز خميس ما هو عشان كده الجرح اللي سببه لها اخينا ده انا حداوي اما حداوي ايه هو انت حكيم مش جارتنا يا ابني هو كل واحد له جاره ومتجوزها ليها افضال علينا واحده عملت لك افضال طب انت كفايه بانك انت تتجوزها ثم ان جوازها مش في صالحها في فرق سن كبير فرق سن انت فاكرني جححت لا من حقي اعيش يلا الله انت ناسي انك خالي الشغل وموقوف عن العمل لا ما انا ما فكرتش في الحكايه دي لما لقيت شغل في شد الخشب ب60 جنيه في الشهر على كل حال مش هاوحك لان انا متاكد انها مش هتوافق لا لا انت فاكر لما كانت هتبيع صيغتها عشان تدفع الكفاله فاكر الكفته اللي جابتها لي في الحجز الكفته ايه يا جدعان الكفته مش كل حاجه يا بابا اجريها انت انا اجرالك ايه انت بتحجزني انا حق عليا اللي بعتبرك راجل وباخد رايك كصديق انا ماليش دعوه اللي عايز تعمله اعمله اهو كده قول لي مبروك يا انا مبروك عليا يا بابا تعالي يا احلام تعالي زغرتي لابوكي انا هتجوز انهار ايه عشان جابت له كفته انا يا انهار هكون في منتهى السعاده وربنا يقدرني واسعدك واعوضك بالحنان عن تصرفات الولد المجنون ده بس يا عبد الصفا ده فندم ايوه عياطي عشان تغسلي كل الهموم اللي عندك دي عشان تبتدي عهد جديد كله امل كله مستقبل مستقبل انا حرف على راسي في الحاره دي كلها انا هخلي الناس كلهم يقولوا ده من بختها ان الولد ده سابها بس يا عبد الصمد فندم اسمعي انسي كل اللي فات انسي احنا اولاد النهارده الفرح فرح القلب يا نهارتي مين افتح يا عزوز انا خميس خميس مين؟ مش عارف خميس مين؟ افتح يا جدع انت انا خميس عزوز عزوز مين؟ عزوز انت خميس مش هنا خميس مساف اديني عمار افتح يا ابن يبقى انت انا خميس انا خميس انا خميس ازيك اهلا ازيك يا سباك الحمد لله على السلامه يا خميس ازيكم الحمد لله على السلامه ايه اللي رجعك بسرعه كده انا اتبهدلت اخر بهدله رحت لقيت العقد ولا يحزنون حاولت اشتغل اي شغلانه تانية ما عرفتش طمنوني ايه اخر التطورات يوه. ايه ايه في ايه يا خرابي ما تكلم يا انت قالها ايه دي حصلت حاجات رهيبه ايه انهار اتجوزت كده بسرعه اتجوزت مين كمال لا ابوه لا انهار زي بعضه ابوه اما حته مفاجاه لا ولسه المفاجاه التانيه اللي عرفناها امبارح بس ايه خلفت
هتخلف بالالكتروني؟ امال ايه اللي حصل؟ بيقول لك يا سيدي كان عندها اوقاف والاوقاف اتحلت ورثت بقى اطيان وعقارات وحاجات كتيره بلاش اول من اخر كده. معلش ملناش نصيب مش مهم. وايه تاني؟ لا بلاش بقى. لا قول. لا يعني بلاش نقول لك على الجواب. جواب ايه؟ الجواب اللي جالك من الكليه. جواب ايه اللي جالي من الكليه؟ فصلوك. بجد؟ بسيطة. مع السلامة. شكرا. انت عليك الدور. شكرا يا باشا مرد. اتفضل. باشا مرد ممكن لله اللي كنت السبب. كان فاضل سنتين وبقى اجدع من اللي قاعد جوه. ممكن تجيب لنا كوبايه ميه يا اخينا؟ كوبايه ميه؟ ايوه كوبايه ميه. حاضر يا اخي هجيب لك كوبايه ميه. الله. خميس انت اللي جابك ده اللي اختشمت صحيح. بوصل مشوار لغايه الكويت عشان اجيب لك قرشين. ارجع الاقيك متجوزه الراجل الخنشور اللي اسمه عبد الصمد. اخرس. الله يسامحك. ده لو شافك هنا هو هيقتلك. لا ده لو كمال اصحاب قوي. وبعدين كمال مش موجود وعم عبد الصمد كمان مش موجود. مفيش غير العيال الصغيره مش كده؟ مع السلامه بقى. لا شوف يا بنت الحلال بما اني غلطانه في حقي لازم صافي الحساب اللي بينا. حساب ايه؟ انت اتجننت؟ قبل انهار اقطع الفاصوليا؟ في عرضك امشي ما تفضحنيش للعيال يشوفوه. ما هو احنا لازم نصافي الحساب هنتفاهم وكل حي له حاجه هياخدها حق هياخده. ولا انت حره بقى عايزاني اوقع مع عبد الصمد افندي وتبقى حكايه؟ يا قبله طيب يا حبيبتي جاي انا هجيلك بس ارجوك ما تجيش انت هنا. طيب هستناكي بكره. مين؟ خميس. حاجه غريبه قوي. اهلا يا بابا. هات عندك. فين انا؟ انا هنا عبد الصمد افندي. ازيك؟ الحمد لله. روح انت يا احلام. انا عايزك. خير يا عبد الصمد افندي؟ انا تخيلت بواحد زي خميس. هو كان هنا؟ نعم خميس. خميس مين يا اخويا؟ سلمت تشوف ده خميس في الكويت. هما مش بيقولوا برضو انه في الكويت؟ اما راح اشوف اللي على النار. اما انا عامله لك شويه فاصوليا انما ايه هتاكل صوابعك وراها. انا ايه اللي خلاني اكتب؟ يا ريتني كنت قلت له الحقيقه. يا ريتني. خميس كان بيعمل ايه هنا يا احلام؟ خميس؟ اصلي نسيت اسال انهار. مش عارفه والنبي يا بابا. انا اصلي كنت بقطع الفاصوليا وبعدين خرجت انده على قبله فلقيتهم واقفين بيتوشوشوا مع بعض بس مش عارفه كانوا بيقولوا ايه. انا بقى عارف. امال بتسالني ليه بقى يا بابا؟ طب روح انت. روحي. طيب مين ولا خميس ابعد عن طريقي وانسى اللي كان بينا ان كان عندك ضمير. سيبني عايش في حالي مع جوزي وكفايه لحد كده. ارجوك باسم القرابه اللي بينا وباسم كل حاجه كويسه بلاش فضايح. بقولها لك بالذوق وما تفتكرش اني ضعيفه. لو حاولت تفضحني هستبيع وقتك. طيب انهار صباح الخير. ايوه انهار. انا عايزه اتكلم معاك كلمتين. انا في مشكله كبيره قوي ولازم يبقى لي حد اقوله على وجعتي. وانا بعتبرك زي اخويا. ايه اوعى تشتكي من عبد الصمد. ما انا بقيت حماكه دلوقتي. لا خميس رجع. طب انت مالك وماله؟ ايه
ما هو جالي هنا. وازاي جالي في غيابنا؟ وعايز ايه؟ بيقول ان اتفاجئ بالجوازه دي والمفروض كنت استناه. ايه الكلام الفارغ ده؟ ابويا عارف؟ لا ما عرفش، بس هو سالني وانا كدبت عليه وقلت له ما شفتوش. ابويا ممكن يطب ساكت في حاجه زي كده. بس انا بعت له جواب، قلت له ابعد عن سكتي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ انا عارفه بقى. الواد لازم يختفي خالص. ابويا كمان مش لازم يعرف، فاهمه؟ هو يتجوز وانا اللي اشيل همه. كمال اهلا يا راجل بالحب. ازيك يا ابو كمال؟ وحشني. ازاي يا راجل تسيب كليتك واشتغل خمال؟ انت هتستعبط من اولي يا خميس؟ قصدك على حركة كتب الكتاب؟ وماله يا عم، بتحصل بحصل عائلات. انت سائل هبل على العبط ولا ايه؟ على كل حال دي حاجة وانتهت، وهبوك حل المشكلة واتجوزها. في الحالة دي بقى انا اللي من حق اخد على خاطري منكم. تتجوزوا خطبت ازاي؟ مش عيب؟ عشان كده رحت لها البيت. شوف يا كمال يا صاحبي، انا لا انهار ولا غير انهار يهموني. انا كل اللي يهمني اني ما اطلعش من المولد بلا حمص. يعني ايه؟ يعني انا سافرت الكويت، جربت حظي هناك ورجعت ميح، واترفدت من الكلية. يعني الحالة باختصار جيم، والبنت تطلع لها اوقاف تمام، عندها فلوس. اخد شوية وانتوا حلال عليكم الباقي. يعني زي ما توقعت بالظبط، عملية ابتزاز حقيرة. ليه بقى التسميات الكبيرة دي؟ الراجل ابوك اقدر افضحه واخلي رقبته في الحتة زي السمسمة. انا عمري ما كنت اتوقع انك انت بالحقارة دي. حقارة؟ عشان بطالب بشيء من فلوس؟ دي كانت هتبقى فلوسي، سبت لكم البيعه بحالها. مش عايزين تدوني حاجه؟ حتى طمع وحش يا اخي. ربنا كمان الله يسامحك، عشان خاطر الصداقه اللي بيننا مش هرد لك الالم ألمين. هات كمان علبة سلم. حاضر. أيدهم على حساب الواد ده. حاضر. جنب حبك وروحك.